قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. إقبال هزيل على بطائق الانتساب للوداد. خالف أنصار الوداد الرياضي كل التوقعات التي أكدت إقبالهم بشكل مكثف على اقتناء بطاقات الانتساب للنادي، وطالب أنصار الوداد ومعظمهم روابط الإطراس من رئيس الوداد الرياضي سعيد الناصري فتح المجال أمام قيد انتسابها وخفض رسوم الانتساب، وهو ما استجاب له الأخير الذي حدد فترة شهر كامل انطلاقا من 5 ديسمبر كانون الأول الجاري لتسجيل الأسماء في سجل الفريق بقيمة مالية تنطلق من 300 دولار إلى 2000 دولار. وبعد مرور أكثر من 10 أيام على افتتاح تسجيل المنتسبين الجدد لم يتجاوز الإقبال 34 فردا لغاية الآن بحسب مصادر من داخل النادي، وهو عدد هزيل جدا لا يرقى لفريق بقيمة وشعبية وجماهير نادي الوداد الرياضي. ويثير هذا العدد الهزيل من الإقبال علامات استفهام كبيرة دون فهم أسباب، إذ أن الألتراس وينرز كانت قد حددت أمام سعيد الناصري مطالبها العاجلة وحددت شهرين كي ينتسب لها، وفي مقدمتها إفساح المجال أمام الانتساب بتسهيلات كبيرة، وهو ما قبله على الفور دون تفاعل من الجماهير والفعاليات الودادية. وتظل النقط الإيجابية والعلامات الضوء الوحيدة المسجلة لغاية الآن هي ظهور شباب وفئات صغيرة في السن متحمسة لإحداث تغييرات داخل النادي وسجلت انتسابها فعليا في الفريق الأحمر. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.